مشروع آخر يقوم به المركز قبيل العيد تحت مسمى مشروع فرحة عيد، وهو المشروع الثاني حيث سبقه مشروع فرحة الطفل. هذا المشروع يهدف إلى إدخال السرور إلى قلوب الناس في عيد الفطر السعيد بعد شهر الصيام، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. برعاية هيئة الشام الإسلامية يتم العمل على هذا المشروع وإنجازه، ويقوم أعضاء المركز بتجهيز هذه المبالغ لتوزيعها على العائلات، وسيقوم هذا المشروع بتغطيه 100 عائلة من عائلات الفقيرة في مدينة حريتان. كل الشكر للعاملين والقائمين والداعمين لهذه المشاريع الخيرية. ¿Qué tal? ¿Vale?